عن جد انت بنت بلا ذوق. مونيشا لا تصلحي الغلط. بأي غلط تاني؟ انت ممكن تاخدي بيتارك بعدين، بس انا ممكن اخد بيتاري بهي اللحظة. ليش مبين عليكم مصدومين كتير؟ هذا مانو مشهد قتال من شي فيلم، هذا مشهد عاطفي صراحة. ما في شي، مرت عمي كانت حابة تباركني وكان بدها تحط ايدها على خدي كمان، بس للأسف أنا بشرتي حساسة كتير وما خرج حدا يلمسها مرت عمي، ولهذا السبب ما خليتها، وما في سبب تاني. عم أحكي لكم الحقيقة. إيه مرت عمي، تقدري تدلليني بعدين؟ هلأ الوقت مانو مناسب، وأنا أكيد كمان رح دللك بيوم تاني، أنا بوعدك بهالشي. ماشي؟ أنت بنت بلا ذوق بالمرة، عم تحكي معي بهي الطريقة قدام الصحفيين ولك؟ ألتيرا ممكن تجي معي شوي؟ بريتا أختي، مو أنت رفيقته لكاران وقريبة منه كتير؟ بجوز أنت الوحيدة اللي ممكن تعرف شو في براسه هلأ، مزبوط؟ بس للأسف أنا هي أول مرة بحياتي كلها ما بعرف فيها شو اللي عم يعمله ابني. الشبي اللي قدامي مانو ابني ابدا، هذا اكيد واحد تاني. ابني مانو هيك، هالشاب مستحيل يكون ابني، ومن هي اللحظة انت مانك ابني، لانه ابني مستحيل يكون شخص اناني، انا مو هيك ربيتك. أنا هلأ بدي قلكن شغلة مهمة، أنا ماني موافقة على هذا الزواج أبداً. صح إعلان زواجهم صار عندي بالبيت، بس الشخص اللي أعلن عنه قدامكن، قصدي هالشاب، ما بيكون ابني نهائياً. أنا راكي لوترا وما عندي غير ابن واحد وبس، واسمه ريشاب لوترا، ما عندي ابن تاني، ومن هاللحظة هاي كاران لوترا لا ابني ولا بيعني لي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.